إلى موضوع آخر، مشاهدينا، عبر الصحفي البريطاني بيتر أوبورن عن قلقه من توجه الحكومة البريطانية نحو القمع المالي للمنظمات التي لا تنسجم معها. وقال أوبورن في مقال بصحيفة ميدل إيست آي أنه أصبح من الصعب مؤخرا على المنظمات الإسلامية كالمساجد والجمعيات الخيرية والمراكز البحثية وغيرها أن تمارس نشاطاتها بحرية داخل بريطانيا. أوبورن أكد أن دائرة التضييق اتسعت تطال المجموعات التي تدعم التوجه اليساري أو تلك التي لا تنسجم مع حكومات في الشرق الأوسط، كحملة التضامن مع الشعب الفلسطيني التي تنشط في مجال دعم الحقوق الفلسطينية منذ ما يزيد على 30 عاما، والتي تم إغلاق حسابها البنكي بسبب مخاوف من أنه قد يستخدم سهوا في تمويل الإرهاب. وتقول حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني أن البنك التعاوني لم يعبر إطلاقا عن أي مخاوف من هذا النوع في مراسلاته معها. وكشف أوبورن أنه تواصل مع البنك الذي أصر المسؤولون فيه على القول إننا لا نستطيع الخوض في التفاصيل الخاصة بأي منظمة بعينها، ولم نقل بذلك أبدا. وأضاف متحدث باسم البنك: نحن لا نملك التحكم في تأويل الصحفيين لما يصدر عن البنك من تصريحات. واعتبر أوبورن أن مثل هذه الممارسات تثير الكثير من الشكوك حول مستقبل الديمقراطية في بريطانيا. مشاهدينا، وللمزيد أرحب بضيفي عبر الهاتف من لندن السيد زاهر البيراوي، رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني. سيد زاهر البيراوي، أرحب بك. يعني عندما يتحدث البنك عن إغلاق حساب بسبب مخاوف من أنه قد يستخدم في دعم الإرهاب، ما الذي يعنيه ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ببساطة يعني ذلك أن هذه البنوك البريطانية التي بدأت بمثل هذه الإجراءات لا شك أنها تتعرض لحملات من الضغط من جهات تفرض عليها مثل هذا السلوك الذي لا يعتبر سلوكا تجاريا صحيحا. فهذه البنوك في الأصل أنها لا تحب أن تلغي حسابات الزبائن، ولكن الظروف التي تمر بها والضغط الذي يمارس عليها من قبل جهات متعددة تجعلها تضحي بالزبائن بحجج واهية من أجل حماية نفسها من الضغط، سواء كان هذا الضغط يتمثل بالإدارة الأمريكية أو بأذرعها المالية أو الضغط الذي تشكله مجموعات اللوبي الصهيوني في بريطانيا أو في غيرها من الدول. ولا أعتقد أن هذا الحساب الذي أغلق سيكون هو لا هو الأول ولا هو الأخير من نوعه. نعم. وحملة التضامن لن تكون المؤسسة الأولى ولن تكون الأخيرة. فأنا أظن، لم أستمع لتقريركم، لكن الأسبوع الماضي تم إغلاق مؤسسة أصدقاء الأقصى أيضا ومن نفس البنك اللي هو بنك كوب البريطاني. والغريب أن هذا البنك هو بنك يعتبر مقرب من الحركات اليسارية والطبقات العاملة، ولكنه أيضا يعني يقوم بنفس الخطوات التي قام بها من قبل بنك HSBC. HSBC أغلق العديد من الحسابات لقيادات إسلامية ومؤسسات إسلامية ومساجد ومراكز بنفس الحجة. نعم. الخطير فيها. نعم سيد زاهر، إذا سمحت لي، يعني أيضا تم إغلاق الأسبوع الماضي حساب منظمة الإغاثة الإسلامية في بنك HSBC. يعني كنا في الماضي في السابق عندما كانت تغلق الحسابات في هذه البنوك كانت تحت مزاعم بأنه الخوف من الإرهاب وما إلى ذلك، وكانت توصم كلها بأنها منظمات إسلامية أو جمعيات إسلامية. اليوم هذه المنظمة، منظمة التضامن مع الشعب الفلسطيني، هي محسوبة على اليسار، ورئيس حزب العمال هو ناشط أيضا فيها. ما هي الحجة هذه المرة؟ أم أن الأمر تحول إلى سياسي بالمطلق، كل من ليس معي فهو ضدي؟ نحن يعني نعتقد أن هناك مؤشرات ترقى لأن تكون أدلة بأن المسألة هي مسألة سياسية وضغط من اللوبيات الصهيونية. نعم، BSC وهي حملة التضامن البريطانية مع الشعب الفلسطيني، وكذلك مؤسسة أصدقاء الأقصى Friends of Palestine، ليست جمعيات خيرية، وحجم تعاملاتها المالية يعتبر متواضع جدا، ولا يقومون بتحويلات إلى فلسطين إلا لأغراض إدارية عندما يرسلون وفودا أو زائرين،
وليست كالإسلاميك ريليف أو مؤسسة الإغاثة الإسلامية أو غيرها من المراكز والجمعيات الخيرية، مما يؤكد أن اللوبي الصهيوني وراء مثل هذه الخطوات. وأنا أكاد أجزم من قراءاتنا وإطلاعنا في منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني ومتابعتنا لحركات وتحركات اللوبي الصهيوني في أوروبا عموما وفي بريطانيا خصوصا، أن البنوك تتعرض لضغوط كبيرة من هذه اللوبيات. صحيح لا توجد أدلة، ولكن كما قلت المؤشرات والقرائن كبيرة تدل أن هناك نوعين من الضغط، إما من الضغط اللوبي الصهيوني سواء محليا أو في أمريكا، أو حتى هناك ضغوط من قوى متنفذة في الحكومة البريطانية اليمينية للأسف الشديد، أو جهات قريبة منها. وأنا أريد هنا أن أشير إلى أن البنوك يتم الضغط عليها من أمريكا لاعتماد قوائم الإرهاب المعدة أمريكيا أو من قبل شركات خاصة، ولا أستبعد هنا أن تكون هذه الشركات قريبة من اللوبي الصهيوني، بمعنى أن البنك لديه قائمة تعدها شركات خاصة بأسماء أشخاص ومؤسسات في العالم كله، تضعها بين أيدي إدارة البنوك وتقول لهم هذه الشخصيات عليها شبهة إرهاب، حتى لو كانت الكلمة هذه جاءت جزافا في مقال هنا أو هناك عن الشخص أو عن المؤسسة، فإن البنك عندئذ يقول أنه لا يستطيع أن يتحمل مخاطر مثل هذا التعامل مع هذا الزبون سواء كان فردا أو مؤسسة، وبالتالي يؤثر السلامة فيلغي حساب هذه المؤسسة ويضحي بسمعته ويضحي بسمعة التعاملات التجارية التي ينبغي أن تكون على أرقى مستوى لهذا البنك. السيد زاهر البيراوي، رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، كنت معي من لندن، أشكرك جزيلا على هذه المشاركة.